رجعنا لكم في موجة الصباح، مرحبا بكم من جديد كالعادة، وكما كل نهار أربع يكون حاضر بحضينا الكوتش. الكوتش 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 يوسف بن عربية. صباح النور. صباح النور. صحة سفا والله الحمد لله كما كل جمعة. لا ما كنت ما عندي ثقة فيك وفي المواضيع نتاعك، وريت ما عادش نسألك ونقول لك يوسف باش نحكي اليوم، عرفت ربي يوسف الميكرو ليك يوسف. مرسي سحر. دونك اليوم السوجي نتاعنا انسبيري خاطر من امراه قالت لي ولدي كي يمشي ترانا ساعات يدوخ. دونك شنو هي المشكله؟ شفنا المشكله انه هو عنده الانيمي ولا اللي حكينا عليها معناش برشا، ولا مشكله في الماكله اللي قاعد ياكل فيها قبل ما يمشي ترانا. اللي هو طلع مش قاعد ياكل جمله قبل ما يمشي ترانا ويعمل في سبور انتونس في وسط الصالة. هو الولد ما هو صغير عمره اونتر 17 ولا 18 حاجه كيف النكه. دونك بدنا يستحق ماكله باش يجم يعمل لي فور اللي شاملو في وسط سال سبور. دونك هنا باش نقولو لعبات شنو لازمك تاكل سلون لوبجيكتيف نتاعك باش تمشي ترانا، باش ما تاخوش البياج انك تدوخ تصير هيبوغليسيمي ولا ما تصير لك حاجه ما عادش تنجم تترانا. دونك اهم حاجه قبل ما ترانا فمك ساعتين ثلاثه قبل لونترمون لازم تاخو فيهم سورس نتاع كارب معقده. اش معناها كارب معقده؟ كما شوفين اللي هو يقعد برشا في البدن اللي هو يترانسفيرما البدن في صوره ريزيرف جلوكوجين. هو مخزون الجلوكوجين البدن ما يفهموش كارب، يفهموا كمخزون طاقه اللي هو يستوكا في الكبده وفي الميوسكل كي يبدا يعمل فيه فور يبدا يستعمل فيه ولا يستعملوا كود ولا جوني نتاعو. دونك هنا نحكيوا على شوفان ولا الرز البني ولا مقارونه، اي سورس من اللي سورس هذوما لازم تاكلهم قبل بساعتين ولا ثلاثه من لونترمون. قبل لونترمون بنص ساعه فما حاجات يعملوا فيهم برشا العباد وهما اصحاح اما ماهمش عارفين اسكو يمشوا مع الاوبجيكتيف نتاعهم ولا. نعطيك اكزامبل، قبل بنص ساعة ياخذوا في القهوة اللي هي فايدة نتاعها كبيرة برشا خاطر تنشط البدن وتخليك في تركيز عالي عليك كي تقوم صباح سحر تاخذ قهوة أول حاجة باش تكون مركزة. كيف كيف في سبور يسحق بدن سورس نتاع كافيين اللي هو يجي من القهوة، مع هذاك نسحقوا تو كما قلنا على الكارب المعقد. تو باش نحكيو على الكارب البسيطة اللي هي سريعة الامتصاص في البدن كيما الغلة ولا كيما نحكيو على الفاكهة بار اكزومبل. شنو هما الأنواع اللي يجمو يكونوا؟ انت كان لوبجيكتيف نتاعك باش تزيد في البوا يا حبذا يكون نوعيه الغله ما فيهاش معدل مؤشر جليسيمي عالي كيما البنان. والبنان طيب برشا خاطر البنان فيه نوعين نقول لكم عليه هما شنو هما، ولا ناخذ تفاحه ولا خوها. هذوما الغلات دي زيكزامبل، فما 1000 غله معنا نجم نسميهم كل هذوما دي زيكزامبل اللي نحكيوا عليهم اللي هما ما فيهمش مؤشر جليسيمي عالي، ما يخليوش سكر الدم يطلع برشا، ما يخليوش حساسيه الانسولين تخدم برشا كيما حاجات اخرين. هذا عبد ما يقلقوش الميزان، نحكيوا على عبد شاد ريك دو ريجيم شاخو ماكله وهذا اللي يعملوا فيه الاندوكسيونيست معنا، حتى كي يحط لك غله يلعب على ديتاي شنو الغله. كيف كيف سامحني فوتكم حاجه اللي هي ياكلوا فيها برشا العباد، الدقله زادة الدقله راهي تطلع السكر. دونك العبد اللي يحب يخسر بوا ماذا بي يبعد على السكر مع الدقله خاطر الدقله والبنان طيب برشا يطلعوا السكر، ميم سي هما معناها غله اوكي ما يطلعوا السكر كيما حاجه كيما السكر نتاع الطاوله اما اوكي معناها زاد يطلعوا السكر. دونك ماهوش ماشيين مع لوبجيكتيف نتاعك. نجيو للعباد اللي تو خايفين من انهم يزيدوا بوا ولازمهم ياكلوا غله قبل ما يترينوا باش يعطيهم انرجي لبدنهم. البنانة شوف سبحان الله معنا توش نحكيه على الموضوع جبد برشا قديمي لازمني نحكي عليه. شو الفرق بين كعبة بنان خضراء ولا كعبة بنان كي تلقاها منمشة وطيبة برشا؟ اسكو انت في مخك فما فرق ولا سي كيف كيف؟ سي كيف كيف ما هو سي كيف كيف. او اقول لك علاش البنان الخضراء اللي دوبت تحيه من الشجرة مطعمها ديجا ماهوش حلو، فيها برشا انشاء وفمك تحسه يشبك كي تاكلها وماهيش بنينه وماذا بيك تعاد تنحيها معناها من قدامك. هذيك فيها برشا انشاء معدل الجليسيمي نتاعها طايح برشا ما طلعش السكر. دونك من افضل انواع الغلة للعباد اللي متحب خايف على الميزان نتاعها. البنانة طيبة برشا حلوة حلوة على الاخر نشا فيها طايح طلع سكر. شوف سبحان الله نحكيو على نفس كعبة البنارة تخليها بعد جمعة ترجع تبدلت المعطيات اللي فيها كل. كيف كيف الدقلة كما نقولوا اللي هي تطلع السكر، اما مثلا اش نعطيو الغلة اللي هي ما تطلعش السكر بدن والعباد اللي خايفة على البوا نتاعها. التفاح سورس مهم جدا هو والخوخ انك تجم تاكله باش يعطي سكر لبدنك خليك تترانا وما تدوخش وسط السيونس نتاعك خاطر عندي كليت سكر معناها سورس نتاع كارب رابيد اللي هو التفاح واللي هو والخوخ. دونك هذوما الزوز يخليونا ما نطلعوش الانسولين في بدنا ومام طو يعطيونا انرجي في وسط السيونس نتاعنا. اوكي ماهوش كيما الدقله والبنان اما زاد يقعدوا سورس نتاع انرجي. البنان شنو اللي زايد عليهم؟ البوتاسيوم اللي هو ما يخليكش توصل تشنجات عضليه كبيره، هذاك الافونتاج. الدقله
فيها زاد برسنتاج كبير من السكر الباهي اللي يخليك تعطي انرجي. اما نحن ديما نمشيو سورو لوبجيكتيف نتاع العباد. دونك هذا عشان المحاوصه اللي حسن نصحت به معنا المدام اللي هو ولده يدخ وشوفنا مناش معنا الحكايه. دونك راه ما نخليوش ولادنا يمشيو يعملوا سبور انتونس ونعرفوا اللي نحن قداش صغارنا سواء في سال سبور ولا في الفوت ولا في الباسكيت ولا سبور ياخذ برشا وقت قداش يسحقوا انرجي. مش صغير راهو ما يدوبش، راه صغير راهو عنده بدن وعنده كبده وعنده ديزورغان، معناه يستحق الانرجي ويستحق الماكله. واهم من هذا كل الوجبه اللي قبل بساعتين اللي قلت عليها، واهم من هذا كل اللي لازمك تشرب ماء باش يخليك مركز اكثر باش ما تدخلش بدنك في جفاف. هذاك زاد حاجه من الحاجات اللي تنجم تخليك تدوخ. دونك اوتوماتيكمون نحكيوا على حاجات مهمه لازمهم يسيروا قبل قبل لونترمون بساعتين وقبل لونترمون بنص ساعه لازمهم يكونوا موجودين، اللي هما شنو كما قلنا نعاودوا نعملوا حوصله صغيره للعباد. الكارب بلون اللي هو جاي روس شوفان مقرونه الى الى بروخ البرشا حاجات معناها. الحاجه اللي معاها لازم يكون فما سورس نتاع بروتين، سواء جاي معناها من العظم ولا من الحليب ولا جاي ما نعرفش انت وقتاش ترانا في وقت نتاع نهارك ما نجمش نعطيو اكزامبل ديتاي. لازم يكون فما سورس نتاع بروتين باش يخلي البدن يخلق اكثر بروتين في وسط الانسجه العضليه سنتكس بروتيك به. هذو مزوز قبل ما ساعه ما فيه بيس نعمل كل قهوه وكعبه تفاح ولا قهوه وكعبه بنان سلون لوبجيكتيف نهائي، راهي سهله الحكايه على الاخر وفاكي كان موجوده. هذو الحاجات اللي يخليو البدن يعطي سيونس انتونس وما يتعبش فيها ويكون عنده انرجي اكثر من العبد ما هو شويك. هذو مزوز اللي هما يجوا يصير هنا. جات قالت لي انت اسختان ماما قلت للعباد تنجم تترانا اجا تترانا اجا الصباح اول حاجه دوبا قمت خاطر بعدها باش تاكل طول مش في الليل، معناها كانش ترانا اجا في الليل معناها الصباح كامل ما كليتش اللي هو ما يجيش خاطر ولده وقتها في العشيه وما هو شويك بريسك ما هو شويك. حاجه اخرى سيونس ما تنجمش سيونس مسكولاسيون وانت اجا، تنجم تكون سيونس كارديو جوست تابي شوية دي زيكزارتيس بادي ويت مارش خفيف. معناها أجام مربوطة برشا نحب نقول العباد معناها وقلتها ديجا قبل بنوعية التمرين اللي انت باش تعمله في اللحظة هذيك. دونك جوست باش نحكي شوية على الإيفينمون اللي صار في كندا. جوست قبل ما نحكيو على الإيفينمون يوسف نمشيو بوب ونرجعو نبداو نحكيو على الإيفينمون. موجة تصباح ترجع لكم بعد شوية. موجة تصباح مع متزر ميلانو فيفي لي فيت دو فان داني اي لي فاكونس ديفير. على كل ارتيكل اشتي تمتع بموان 30% وزيد موان 50% على دوزيام ارتيكل. ملا اليزي اوفر ليميتي ان با راتي. متزر ميلانو البس تونسي وعيش طلياني. موجة تصباح أجاني لكم على الكوتش باش نحكيو على ايفينمون صارت في الويكاند يوسف. وي اللي كنت حاضر فيها مع لازمك تكون حاضر فيها بيان سور ماتش ليزيفينمون ما شاء الله لازمني نكون حاضر خاطر تعرف انت وليت انستركتور معنا في بادي بامب تبع لاسميلز. هو ايفينمون هذا يصير كل 3 شهور في تونس، تهبط اديسيون جديده في العالم الكل يبريزونتيوها احسن لي كوتش معنا لي برو ترينر كيما بلال حالوي كان حاضر بحالنا قبل يبريزونتيوها باش علاش معنا بو بريزونتي اي اناليزي شنو لي نوفيل اديسيون اون تيرم دونترمون وكيفاش يعلموا لي زاديرون باش يتابعوا لي اديسيون هذيك بار اكزومبل. معنا هذاك نحكيو هم مش ما يمش لي زاديرون كاو. انا قلت لك انا طونك انستركتور كنت حاضر باش ينكادريو لي انستركتور هذوكم خاطر بلال سي تان برو ترينر كيما عزيز كيما بلال كيما برشا بعد نعملوا ديتيكا صغير لازم يفورميونا باش نحنا نجمو نوصل للسيون هذيك كيما لازمها توصل للزاديغون معناها اللي في لسان نتاعنا معناها وباش يخليو تونس والسميز في تونس ديما اجو معناها في اللي في توسكي معناها هذاك تعدى ايفينمون الطيار على الاخر صدقني سحر اصل ماذا بيا راني ما روحتش اكسبيريونس محلاه على الاخر تعطيك برشا انرجي ترى عبيد من بلايص كل من تونس ترى اللي برو ترينر في تونس معناها كيما بلال ليفينمون هذاك خلانا لي انستركتور وخلى العباد اللي كانت حاضره فهم يعرفوا واش معناها امبيونس بتاع تقول انت لي كور كولكتيف فيهم انرجي مش نورمال برشا انرجي. راني نحكي لك ليفينمون بدا 9 نتاع الصباح وفي 6 نتاع العشيه بينتهم ساعه بوز الباقي كل ديكور. واو معناها افهم انت كيف لعبت كيفاش روح وهذاك كره فما عباد
كملوا ليفالمون من الاول للاخر معنا بالتعب هذاك الكل بالانرجي اللي موجود هذيك الكل كانوا حاضرين فيه وانتي معهم باش نكون هاي نكملوا للاخر بيسير انت تعرفني معنا دونك ليفالمون هذاك يخلي لي انستركتور في تونس يبارتاجيو ليكسبيريونس هذيك مع بعضهم يتعلموا من بعضهم يشوفوا معنا لي برو ترينرز خاطر ماكش كل يوم تجي تحضر مع دي برو ترينر معناها دونك تعدى ايفالمون طايره على الاخر نحب نشكر العباد الكل حاضرين فهم اللي كانوا ساهرين على ايفالمون هذاك باش تعدى بالامبيونس هذيك ديديكاس اللي كانوا حاضرين كيما بلال الحلوي كيما سيف سيسي كيما عزيز جيد كيما اماني جاسر فارس عبدو فابيان اللي جات من نورمالمون من فرنسا كان مانيش غلط هذوما كله كانوا ساهرين على ايفالمون هذاك بما فيهم سي نبيل الشايبي باش تعدى ايفالمون طياره يصير كل 3 شهور دونك 3 شهور اخرين تعاود تقاني في ليفالمون اللي بعده ان شاء الله ميرسي بلال بس خاطر هو معنا خليني نتعرف على دومان هذا ايفالمون كيف هكا ما يتفلتش عندي انا معنا واللي عنده الفرصه باش يمشي ليفالمون كيف هكا لازم يكون حاضر راه صدقني خاطر ابار تقول لي تعب وانا ماك تعرف من هنا طلعت لتونس واللي هو نهار راحتي وضحيت بيه وهذاك الكل اما راني بالرسمي راه نجم ضحي حتى بجمعه معنا من حياتي على حاجات هكا خاطر يعرفوك يهزوك ديمونسيون اخرى من الدنيا ما تخممش راه الاخر ما تخممش اللي فما عيشه معنا بره ذاك راه تعدي 8 ولا 10 سوايع ما حسيتهمش اصل بالتعب او كليته ورجعات والامبيونس ما فما حتى شيء تحس لعبت كل كيف كيف رغم اللي لي غراد ديفيرون معنا مش كيما البرو كيما الانستركتور مش كيما لعبت كل تحسها تحب بعضها هذا يعاون في هذا هذا كي قايم هذا جو محلى على الاخر باش نوصف لك لازم نهار ان شاء الله تحضر معنا ان شاء الله يا ربي سينو نعطيكم برشا انرجي تاخذوها مني الانرجي انت تاخذ منها برشا انرجي باش نعطيك برشا ان شاء الله علاش لا سينو حبيت نعمل ديديكاس صغير لاسكندر بالراجت اللي هو قريب لي برشا وكي خويا اللي هو شوير باسكيت ولعب برشا مع نابل وصافي توا 12 سنه واللي انا نعرفه خذا ديسيون في كاريرو في حياته اللي هو باش يغادر تراب الجمهوريه بغبريزيل اللي هي ماشي قريبه حاجه كيف انك تاثر فيها على الاخر خاطر الولد هذا قد ما اقول لك موهوب في الباسكيت في كره السله ويعرفوه في نابل على الاخر ديسيون شويه جيت من ناحيته الخاصه وشويه جيت من لي كونديسيون تاع الجمعيه اللي يلعب فيها قد ما حكيت معاه حبيت نقنعه باش يقعد لهناس خاطر انا نعرف اللي مازال يجم يقدم برشا لتونس ويجم يقدم برشا بالموهبه اللي عنده راهو ولد نقول لك معنا العينين الكل عليه تو 4 ولا 5 سنين عطاه برشا لجمعيته لين وصل بها للتوب فما حاجات ما يجمش معناها يراتيهم كيما واحد ما يجمش يقعد يلعب على شي الكره كهو يسحق فلوس وانت تعرف لي كونديسيون تاع الجمعيات الكل اختار باش يغادر نجم نقول بون مش ديفينيتيفمون اما شو اللي يجينا جوست فواياج مره فقداش بعد كارير هذا كل حبيت نقول اسكندر ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله بون شانس اسكندر ان شاء الله باش تلقى كل خير وانا مازلت عندي ثقه فيك اللي انت باش تقدم سواء هنا سواء في البرازيل سواء في اي بلاصه نقابلوا في كل خير ان شاء الله يا ربي كل ديموسيون بيان سور عبد ايش معاك في السنه كل ويكاند معاك كل سيف معاك قرا معاك عدى معاك الباك وقت اللي انت تطيح معاك وقت اللي تقف معاك ما تتقلق تهز التليفون تكلمه ويتقلق هز التليفون يقول لك انا مستحق ما ترجعوش بعضكم ما صارتش بيناتنا حتى كلمه خايبه مليانه وين كنت معناها تو ما نقولش راني وليت واو هو يعرف معناها يشجعني يقول لي راك عملت حاجه ما عملوهمش عباد اخرين انا كرافي كيب ناسيونال من احسن 3 جواريت او يونان او لوكسمبورغ او درشنو او تورنوا بيان سور باش نكون فيغ بلي عندي صاحبي كيف هكا وهو اللي فيغ زاد اللي انا قدمت في الدومين هذا دونك باش نتاثر برشا كيش نلقى معنا عبد ما عادش باش نراه كل يوم بعد 12 سنه معنا وكبرنا مع بعضنا معنا ان شاء الله ربي يوجهه خير ان شاء الله ربي يوجهه خير اسكندر نتصور ماشي يلقى اللي يحب عليه وفي مازال باش يقدم برشا ان شاء الله بون شونس كان يوسف فما دي سيرتيف جدد ولا كيفاش معناها؟ نهار حد زاد ابار ليفالمون اللي انا تحركت معناها من بلاصه لبلاصه باش جبت لي سيرتيف نتاعي الاخرانيين وليت ماستر ترينر مع فيداش اكاديمي اللي تعبت عليهم برشا لي سيرتيف هذوما وكنت اوريك في الكارت مقبلك هذيك الكارت معناها تو تعب عليها عام كامل من سيرتيف لسيرتيف لسيرتيف كي تكمل لي 5 سيرتيف باش توصل تاخذ الكارت هذيك اللي انا ابار كل ما اثنين الجمعه نخدم تعرف وقت خدمتي اللي هو صعيب برشا عندي كان الويكاند نرتاح فيه شويه الويكاند هذاك معدي منه برشا وقت وانا نقرا وبرشا وقت وانا عادي في تيست معنا نجم تو نقول لي نتنفس شويه ولا نرتاح كيف العباد شويه شوف باش توصل اللي تحب عليه راه لازمك تتعب لازمك تضحي لازمك برشا
تدورو دورنا جور التضحيات، لازمك برشا تضحيات باش توصل للبوان اللي تحب عليها، وانت قاعد تقدم يوسف شوي بشوية. ميل برافو. ميرسي ديجا لي بيانتو ان شاء الله في جانفي باش تبدا البودكاست نتاعي على قريب، قدمنا بلك دا سمعت اللي انا باغمي لي زانفيتي تاع البودكاست. ما تجمش تكون ميكس انفيتي. سمعت سمعت درشكون قالي قالي راك انت واحدة من لي زانفيتي تاع البودكاست، لازمك تكون انفيتي. فما برشا دي زانفيتي باش يكونوا. انا مازلت عندي ثقة في اللي انا باش نقدم حاجات باهين في البودكاست نتاعي، كما قاعد نقدم في السوشيال ميديا ونقدم في كاريري. اللي انا ايش قلت انت، راهو انا نعطي اكزامبل صغير، حتى راهو الوقت اللي هو العباد يحسوا فيهم كونترهم، راهو الوقت هو ايش قلت انت سلاح ذو حدين، تنجم تستعمله يا ليك انت يا تستعمله ضدك. خاطر النهار في 24 ساعة نحينا منهم 8 سوايع نوم، قعدوا 16. انا مثلين الجمعه نخدم في 15 16 17، معناها العبد العادي يخدم في 8 سوايع، عادي منهم في 8 يتفرج في التليفون، يعني اوتوماتيكمون انت تعمل في عمل العام هذاك عامله عامين. دونك معناها ما تجيش تقول كيفاش، معناها هو وصل وانا ما وصلتش، وقت اللي نحن في نفس الدومين. دونك انا حتى كانوا قدمت شويه في كاريري في العام هذا اللي كملته، ما زلت انا حلقه في اخر العام 2023 اللي ان شاء الله باش احضر فيها، معناها اكبر انجازاتي اللي من 180 تو وصلت 90، كان شي احضر بحثنا الجمعه هذه مالوزمون دي انجاجمون في الخدمه ما نجمش احضر بحثنا. ان شاء الله شكون حاضر من 180 ل 90، راني تعبت مع العبد هذاك فوالا، ضحيت ما راني نورمالمون العب تروح 90 كيلو 90 كيلو نورمالمون، انا كي نروح للدار نحط تليفون نرقد نلقى مساجات العبد هذاك ما عينوش باش ترن، تقولوا باش يترن تكلموا في التليفون ايش بيك ما جيتش تسال عليه، وهذايا واحد وش ما كليت، وهذايا واحد من 40 واحد من 50، معناها الحكايه هذيك شوف قداش متعملها ابار اللونيني، معناها العباد اللي تراني فيهم البرا اشتغل كميه مساجات لازم تجاوبهم خاطر هذيك خدمتك. ابار هذا انا العام هذا كملت سي سيرتيفيكا ما شاء الله شهيت تبارك الله في عام. العام هذايا بدا لي برشا من حياتي، ما خاطر كنت في نيفو قبل كنت نحب نخدم في صاله نقعد انا بروبوزي في روحي تحشكمش شكون يخدم معاكم هكا موتيفي شويه. تو تقلبت اي ولاو يكلموا فيا وانا نشوف اسكو لو فرادك يساعدني ولا هذاك، تعبت عليه مش من عدم، مانيش تعرفت على برشا عباد كيما بلال كيما امين كيما عزيز كيما برشا عباد تحسهم يعطيوك فورماسيون خاطر يعرفوا اللي انت تحب تقدم. معناها بيناتنا راهو 15 سنه العباد نحكي لك عليهم، معناها يعرفوني اللي انا، معناها انا كلمه قالها لي الفورماتور نتاعي سي معز دشراوي درني الموكي خديت لي سيرتيف نتاعي، يحكي معنا العباد اللي قاعد مازال تقرا عنده واللي يخدموا معاه، قال لهم الولد هذا ستان بلاتفورم وحده، معناها انا جمله كيف هكا معناها تعليني برشا من عبد عنده 30 سنه ناخذها بعين بعين الاعتبار بيان سور، حط لي حمل كبير على كيفي انا كيما هذه تخوف خوف على الاخر بيان سور، اما تشجعني على الاخر معناها عادي مازلت باش نغلط ومازلت باش نتعلم ومازال 2024 قدامي نحب نقدم في حاجات اخرين وعندي دي زوبجيكتيف كل 3 شهور نحب نعملهم، ومازلت باش نقرا ومازلت باش نعطي برشا العباد اللي مستحقين الانرجي هذه، خاطر الانرجي ما نحبش نستغلها روحي انا كهو، نحب نقدم في كاريري اوكي معناها ما نحب زاد نقدم بالعباد، خاطر انا نعرف قداش من واحد يسمع فينا في مخه يحب يمشي يترانا ومش لاقي الانيشيتيف يحب راهو ماتاش، قداش من واحد نقابله في النهار سواء في تاكسي سواء في الدار سواء مرا طيف كوجينا كي تراني تقول لي راني نحب نبدا نترن ما نعرفش كيفاش، راه ولد كي راني عبد يقول لي نحب نترن ما نعرفش كيفاش، حد نمشي نترن ما نعرفش كيفاش، كيما سحر باغ اكزومبل تحب نمشي نترن مش عارف كيفاش، انا مش عارفه كيفاش، انا ما لقيتش وقتاش انا فهم فرق بين مش عارفه كيفاش وما لقيتش وقتاش، عارفه كيفاش بيني وبينكم خطوتين اما وقتاش هي اللي بيان سور، انت شوف قداش من عبد كيفك انت وقتاش شنو هذوكم كل، راني انا كعبد يقول لي نحب نترن ومش عارف كيفاش، قلنا خويا بعين الاعتبار هذيك لازم نحط في بيني بيروح لازم يدخل يترن احطم هلدي بيني انا وياك ما نجمنيش مشكله وقت شعمل هدي فيه ما عنديش فيه دخل دي فيه هذاك مش حكايه موتيفاسيون بار كونتر جيب تنجم تجي ترن فوالا اخاك هي بدور لها طرف ما قنعتكش شبيك انت ما قنعني اقنع تنقنع بعد نكملوا الراديو تنقنعك اقنع هكا عندك نقول لك معناها ريت معناها نجم نكون نجم نكون معناها الوقت هذاك نعدي فيه روحي اوكي، اما زادا نعطي فيه انرجي كبيره للعباد وما عندي حتى مزيع على العباد هذوكم كل، ونفرح كي نلقى عبد تبدلت حياته كيما ياسين باش يكون حاضر بعدين، من تخيل انت حياه عبد 180 كيلو حياه عبد 90 كيلو، راهو والله صدقني راهو ساعات نلقاه فرحان بحاجات يسيروا في بدنه، قول ولد صغير اونتي غيو ولد عبد جديد معناها تشوف معناها ماهيش غاسا موكا هو زاد هو حط عطاه ثقه في روحه وحط في قلبه
وحط في قلبه راكم فماش فماش نصورش فما برشا عباد يوزنوا 180 راكم حتى وانتم عقلت راكم تجموا توصلوا مش لا هذاك هو معنى هذاك هو انا عودي هذاك انا هذاك جمله رانا نقاود زيكسكيوز ساعات يضحكوني راه انا عودي رانا نقاود زيكسكيوز احنا العائله كامله هكا صحيح فما جمل تسمعها تقول لا ولا هذاك تولدت كيك سبحان ربي مش الماكله اللي تاكل فيها ولا لي جون دي في نتاعك معنى راهو راس مالك في الدنيا هذه صحة بدنك راهو نجي نعطيك اكزامبل نجيب اي عبد تو نقول له نعطيك مليار تقول لي هي ما تقوم غدا صبحت تجم تمشي على ساقيك لا لا يا ودي ما عشتيش معناها راهو الفلوس بالرسمي ماهيش بونور عندي انا صحة البدن والعيشة الباهية وقلة التخمام اوكي الفلوس معناها راهو يسهلوا العيشة معناها مش فوالا اما فما حاجات مهمين بارش من الفلوس كيما الانتوراج اللي داير بيك كيما قلت انت اثرت على جيل اسكندر خاطر من العباد اللي مش نلقاهم كل يوم في حياتي فهمت معناها انا كان جيت تقول لي مليار ولا هز عبد من حياتك نقول لك خليني مليار تو نجيبه معناها كابابل نجيبه معناها مش كابابل بس لو كان يعطينا الشوا شكون العبد اللي تهزو من ناحيتك ميساج هات المليار شو اللي سهله برشا كيك العيشه معناها صحيت معناها خلينا راهو الراعي عباد راهو كي تاثر يمشيوا لسال سبور يبداو متاثرين معناها اللي قسم مع صاحبته اللي صاروا له مشاكل في الدار يمشيوا لسال سبور علاش خاطر يحسوا فيك السال سبور ترد منهم فيك الثقه اللي في معناها ما عادش مربوطه عيشته وكل فرحه اللي قاعد يعيش فيها مربوطه بعبد يقول لك اوكي راهو العبد ذاك كان دخل لي فرحه في حياتي اما زاد انا راني جوج كباب نبدا فرحان من غير حتى شيخ بروحي شكرا لك ميرسي صحار شكرا سيد المخرج اختار انه يعمل ديديكاس من عندك انت لاصحابك سورتو صاحبك اللي باش يمشي للبرازيل الغنيه هذه اللي هو